الرحمة والمغفرة للفنان العندليب الأسمر زيدان إبراهيم، الفنان الملح حديقة الغناء بكثير جدا من الأغنيات اللي ظلت راسخة في ويدان الشعب السوداني إلى الآن. لينا برضو الأغنيات عندها أثر كبير جدا في توصيل الرسائل، يعني رسائل المجتمع، معايشة الإنسان للواقع وأحاسيسه. موازي لده اللي هو الدور المجتمعي الكبير ممكن يؤثر ايجابا في مجتمعاتنا. نتكلم دائما انه السياسه فيها تقاطعات كثيره جدا، السياسه ممكن تؤثر سلبا حتى على مجريات الدول يعني نعم. وصداقات او كذا، لكن في تفاصيل اخرى هي موازي، هي بتعمل دور فعال جدا يعني نعم، لنا في المجتمع. من ضمنها ممكن نقول الناس المؤثرين مجتمعيا، مثلا على سبيل المثال فنان مؤثر مجتمعيا، فنان شباب في وسط شباب، وفنان عريق قديم برضه هو مؤثر مجتمعيا. ديل بيكون رسالته واضحة من خلال صحيح. الفن ومن خلال تواصل مختلف مع بقية الشعوب. فنان سوداني مشى لمكان أو لبلد مختلف، غنى غناء سوداني أثر على الحضور ونقل يعني موروث ثقافي خاص بين إحنا كسودانيين، بالإضافة لأنه ربط ما بين الشعوب بالفن وبالتواصل وبالناس اللي عندهم يعني علاقه بينهم يكونوا مؤثرين، سواء كان من خلال شهرتهم سواء كان من خلال وظيفتهم ايا كان نوعها. في الاخير هم بيربطوا او بيكون في بين في حلقه وصل ما صح. بينهم وبين الاخرين، بيكونوا قادرين على انهم هم ينقلوا ثقافه الشعوب المختلفه. ومن منطلق ده تحديدا وغيره هنفهم اكثر جاءت مبادره الشعوب العالميه للتواصل الاجتماعي. للتعرف على هذه المبادره داخل الاستوديو معنا الاستاذ علي صابر، هو المدير العام لمنظمه الصداقه الدولية. أنا مرحبا بك أستاذ علي، صباح الخير عليك. أول شيء صباح النور عليكم، وأنا سعيد جدا أكون في صباح الشروق لقناة الشروق السودانية، وأحيي من هنا جميع الإخوة والأصدقاء في جميع دول العالم. جميل. نحن الآن وأطلقنا شعارات مختلفة للمرحلة الآن، يعني المرحلة الانتقالية اللي هي البناء الحقيقي هو الأساس والركيزة الرئيسية، يعني حنبنيه ما فقط على مستوى حملات النظافة، البنيات التحتية للمؤسسات أو كذا، وإنما في تقارب الشعوب الممكن تقدم للسودان في الفترة دي. فنتكلم عن المبادرة دي، فكرتها أو عموما المنظمة نشأت وين وهي مقرها وين الآن، ومن ثم نجي للمبادرة اللي أنتم أطلقتوها. إن شاء الله. منظمة الصداقة الدولية هي انطلقت من المملكة السويدية وبقيادة الأستاذ علي واصف، وكلهم أغلبيتهم هم عرب، لكن الحمد لله الآن منظمة الصداقة الدولية عندها أفرع في عدة دول على رأسهم المملكة السويدية الرئاسة، كندا والدول الأوروبية عامة، السودان، مصر، العراق، الأردن، سلطنة عمان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب. الحمد لله لدينا أفرع في عدد من الدول. المنظمة بتقوم بثقافة السلام، رعاية المرضى، جميع المرضى في جميع أنحاء العالم، رعاية الطلاب الوافدين في أي دولة، أيضا بنقوم برعاية المبدعين الجدد، يعني الناشئين يادوب من المبدعين. أيضا المنظمة عندها دور كبير جدا برعاية النازحين والمتضررين في الحروب، وحتى ايضا المضررين في الكوارث لو كان في سيول الامطار او غيرها من الاحداث اللي بتحصل. جميل. نقدر نقول ان دي الفكره والاهداف الخاصه بمنظمه الصداقه الدوليه. طيب المشاريع اللي بتعمل عليها المنظمه تحديدا، انت ذكرت يمكن جزء بسيط منها، لكن حدثنا عن المشاريع اللي بتعمل عليها حاليا. نعم. الان المشاريع بيقوم بها المنظمه، اول مشروع هي مشروع بناء عدد من المستشفيات في الدول النامية، المدارس، أيضا بنقوم باقتصاد البلاد. الآن نحن في السودان عايزين نخد يدنا في يد الحكومة الانتقالية، لكن نحن ما سياسيين، ما عندنا علاقة بالسياسة، نكون معكم واضحين من حسن. نحن الشعب نريد إصلاح الدول تحتاج الرعاية، ده نوقف الحروب. نحن دورنا بنشر الثقافة لدى الشعوب العالمية. زي ما قال الحندوق، أهم شيء هي في إصلاح هذا البلد هي السلام. لو ما قدرنا نحصل، لأن الحروب فيها مصاريف كثيرة جدا. ونحن الآن دارين نحارب ونقوم بثقافة السلام
في السودان. ده جميل. احنا قلنا انه السياسه مرات بتكون فيها تقاطعات ومحاور، يعني اي دولة بتنتمي لمحور معين. صحيح. عشان الهدف الواحد بيكون اسمى، لكن الدبلوماسيات الشعبية هي بتعمل العمل الموازي لعمل السياسة، ممكن تخرق اي قانون يعني. صحيح. لانه بتتواصل بويدا ما بين الشعوب. شنو ممكن تقدمه المنظمة المبادرة دي، خاصة هي بتجمع الجاليات، تجمع المؤثرين وجزء من منظمات المجتمع المدني، شنو ممكن تقدمه للسودان في الفترة دي يعني؟ تمام. أنا حل الآن بعبر الناس المؤثرين، هم طبعا أهل الإعلام والفن والرياضة، عندهم دور كبير جدا في إنجاح هذه المبادرة. أولا نحن عندنا الآن حملة كبيرة جدا لبناء مستشفى للسرطان في السودان، وعندنا حملة أكبر من هذا المستشفى هي مياه ولاية البحر الأحمر. الآن عندنا شبكات مياه إن شاء الله في ولاية البحر الأحمر حتمتد في حتنبدأ من بور السودان، حتى بعد كده من جنوب بور السودان إلى شمال بور السودان، بقيادة من الشعوب العالمية، على رأسهم برضو في مشاهير هيخشوا معنا في الحملة، الأستاذ محمد صبحي والأستاذ محمد عبدو المطرب السعودي، واصل يمني لكن بجنسية سعودية، الأستاذ حسين الجسمي، وفي صابر الرباعي، شيرين عبد الوهاب، تامر حسني، كل الفنانين على رأسهم برضو هنا في السودان. عندنا عبد القادر سالم، وسيف الجامعة، وحسين الصادق، طه سليمان، ده كلهم الحمد لله معانا في مبادرة الشعوب العالمية. نعم. عندنا برضو لإنجاح هنا بناء مركز لغسيل الكلى في السودان، أو باعتبار أكبر مركز لغسيل الكلى في السودان، هي حتكون مجان. برضو مستشفى السرطان هي برضو هيكون مجان إن شاء الله. يعني هي مجرد خطط ولا لسه ما نفذت؟ لا، الآن خطط. الآن خطط. الآن في جهات أعلن دعمها لبناء المستشفيات، لو كان غسيل الكلى أو السرطان أو حتى المشاريع المياه وغيره من ذلك، المدارس، إعادة بناء المدارس، ما بناء مدارس، تأهيلة أو تأهيلة. ده الآن نحن شغالين، وفي جهات أعلنت دعمها فيه. جميل. طيب عايزين نتعرف على الاهداف اللي بتعمل من اجلها مبادره، الاهداف الساميه، غير انه انت ذكرت عدد من النجوم المؤثرين في المجتمع السوداني في المجتمع العربي باعتبار انه هي صداقه دوليه، كيف يعني بتقدروا او بيتم التواصل معاهم؟ يعني عايزين نعرف اذا كان يتكلم عن تواصل مجتمعي، عايزين نعرف اذا كان عندكم مواقع تواصل اجتماعي، في منصات ومنبر بالنسبة للمبادرة عشان الناس تتابع فيه وتعرف كل الإنجازات والخطط والمشاريع المستقبلية، لأن أنتوا يعني تركيزكم على هدفين ساميين، الصحة والتعليم، هذه الأساسيات جدا في كل دولة. حدثنا كيف بتقدروا تتواصلوا مع المؤثرين، وإذا كان عندكم أي منصات أو منابر على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا نحن لحد الآن في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك لحد الآن يعني ما موجودين، لكن الحمد لله عندنا مجموعات في الواتساب كميه كبيره جدا، قريب ل 150 عضو لا واتساب مجموعه واتساب 150. عندنا مجموعه خاص بالمشاهير، فوق الناس حسين الجسمي، محمد عبده وغيره من الفنانين المشاهير، دول عندهم جروب لوحدي. عندنا جروب لرجال الأعمال على مستوى الوطن العربي، وعندنا جروبات لمستوى الشباب اللي هم القائمين على أمر المبادرة. أنا قبل قاعد نتكلم عن منظمة الصداقة الدولية، الآن أنا بتكلم عن المبادرة. صحيح. المبادرة عندها دور كبير جدا في أحياء التواصل الاجتماعي مع شعوب العالم. شعوب العالم الآن نحن متواجدين في أكثر من 80 دولة للمبادرة. الحمد لله نحن قبل أيام كنا جالسين مع مجلس الصداقة الشعبية العالمية في السودان، الأستاذة سلوى، وجلسنا معهم وتكلمنا عن تنشيط المبادرة في السودان، نجتمع مع جميع جمعيات الصداقة الشعبية على مستوى الدول العالم الموجودة في الخرطوم هنا،
وقمنا ايضا بالاتصال مع السفراء في الخرطوم، السفير المصري والاماراتي والمملكه العربيه السعوديه، الاردن، سلطنه عمان، لدعم الاعمال الخيريه في السودان. طيب جميل، انت ذكرت انتشار المنظمه وانتشار المبادره الان على اكثر من دوله، ده ممكن يساعدكم في الحصول على شراكات اكثر، يعني كيف ممكن نستغل كل الجاليات والسفارات الموجوده هنا في السودان والشراكات الخارجيه في دعم السودان وتبادل المنافع، يعني خاصه في الجانب السياحي الجانب الترويجي، عشان تعقدوا شراكات ممكن تكون مستقبلا يعني؟ نعم، نحن طبعا الانشطه ده نحن بواسطه مهرجانات، ملتقيات، مؤتمرات، وكنا قبل كده المفروض شهر 4 الماضي كان المفروض يكون في ملتقى في السودان هنا، لكن قدر الله جائحة كورونا. نحن اتصلنا عندنا مهرجان او ملتقى احتمال تكون عن بعد لحد شهر 10، اذا فتحت المطارات الدوليه كلها حيكون في الخرطوم الملتقى، اذا لسه حيكون في شهر 10 حيكون عن بعد، حيكون في مؤتمر حيتناقشوا فوق عدد من المشاهير العرب، وحيكون في مفاجاه ايضا، حيكون معانا الاعلاميه الامريكيه اوبرا حيكون برضه معانا في الحمله عشان نقدر ننجح. على فكره اوبرا دعوها ناس في مصر وهي رفضت، قالت اول حاجه مستعد اجل الى مصر لكن بعد يخش السودان. يا سلام. الان الناس هم داعين اوبرا من جمهوريه مصر، هم الان بيسمعونا. واول حاجه حي جميع اعضاء منظمه الصداقه الدوليه في جميع انحاء العالم. نعم التحيه. وان شاء الله يعني نحقق احلام الشعوب العالم ان شاء الله. طيب استاذ علي، يمكن يعني النساء دورهن معروف دائما في كافه المجالات. صحيح. قادرات على التاثير وقادرات على التغيير. مظبوط. وقادرات على التواصل بشكل ايجابي كبير جدا جدا. صحيح. يعني الكلام ده ما بقوله محاذاة للانثى فقط وانما لانه ده واقع معاش. صحيح. يعني كلنا نعلم دور الانثى في بلاد وفي البلاد العربيه، احنا عايزين نعرف دور الفتاه العربيه في هذه المبادره تحديدا، دور النساء. أول حاجة أنا أحيي الفنانة الغديرة المطربة ناس عجاج، هي أيضا صفيرة لنا وعندها دور كبير جدا في الأعمال الإنسانية والأعمال التطوعية. فعلا عندهم دور كبير. على فكرة نحن في المبادرة 55% أو 56% هم نساء، يعني أنا ما بقول بأنك أنت موجودة لكن بصراحة هم نجح علينا المبادرة. على رأسهم أيضا الفنانة فردوس عبد الحميد، هي كان جات عملت لقاء عندكم هنا طبعا السودان، وفي شيرين عبد الوهاب، ياسمين عبد العزيز، يعني عندهم دور نحن ما ناسينهم، وأيضا الإعلامية الأمريكية أوبرا. طيب أستاذ علي، يعني فنانين مؤثرين عندهم جمهورهم العريض على نطاق الوطن العربي وكمان في العالم، إضافة للجاليات وإضافة للمبادرات والشراكات الخارجية، كيف ممكن نجمع المبالغ اللي هي بتجي من خلال اللقاءات دي عشان نشيد بها كل البرامج الموجودة في السودان؟ هو دعم مجتمعي من أجل التواصل والتلاقح، الدعم بيتم كيف؟ تمام، الدعم بيتم عبر الحملات، يعني ما بضروره نحن نعمل حفلة خير وكذا. حتى الفنان محمد عبده هو حيتبرع للحملة الخيرية. عندنا حسين الجسم أيضا هو حيتبرع، في مجموعة كبيرة هم حيتبرع. نفس الحملة قاموا بها 57 من سيف سرطان الأطفال في جمهورية مصر العربية، أو ميدي يعقوب، يعني المؤسسات قامت بجهود شعبي يعني ما حكومي، في مستشفيات كثيرة جدا في مصر أو في الإمارات أو في السعودية قامت بجهود شعبي. الآن نحن استهدفنا المشاهير لأنهم عندهم دور كبير جدا. أنت عارف بأنه لو محمد عبده جاء دخل السودان ما حيجبروا، حيجوا معه رجال أعمال من دول الخليج. صحيح بالضبط. وحيجوا معه قنوات عالمية ترعى شنو؟ البرنامج اللي جابوه محمد عبده، معناته هم حيدخلوا عاجل البلد وحيقوموا مشاريع
المبادرة. يعني نشوف فنانين على البلد يعني كمان. يعني حنشوف فنانين هنا في السودان بما انه انقطعوا لسنوات طويلة بسبب العوائق في الحكم الفائت، من انه جمهور الفنانين العرب في السودان يلقوا حظهم. على فكرة المبدعين العرب او الفنانين العرب حتى الفنانين السودانيين هم بيجوا للمبادرة من غير اي عائد مادي. نعم. هم ذاتهم جايين بنفقاتهم الخاصة، طيارة خاصة وحيقعدوا في الفندق خاص، لان هم جايين متبرعين، ما جايين يشيلوا من السودان متطوعين. والاجمل كده انهم جايين يعني يشوفوا السودان، انا بتخيل السودان بيستحق انه النجوم وغير النجوم وبقيه الشعوب تتعرف على هذا البلد الجميل، البلد المتميز المختلف بناسه وبشعبه ذاته المميز. نتمنى انه يعني نشوف المبادره قريبة على ارض الواقع منفذه، ونشوف دعمكم الكبير للمدارس وللمستشفيات وغيرها. احنا شاكرين لك كثير جدا الاستاذ علي صابر المدير العام لمنظمه الصداقة الدولية على هذه المساحه. شكرا جميلا لك. والله شكرا لكم، وانتم اعضاء في المنظمه واعضاء في ما في اي مشكله. جميع الاعلاميين والمصورين والمخرجين الموجودين في قناه الشروق هم اعضاء في منظمه الصداقه الدوليه واعضاء في مبادره الشعوب العالميه ومؤسسين لنا كمان. ان شاء الله جاهزين ان شاء الله خلال